الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا إلا بالله، وما توكلنا إلا على الله، والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبنا وعظيمنا وأستاذنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبيٍّ اجتباه ورحمةً للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، نور الأبصار وضيائها، عافية الأبدان وشفائها. اللهم يا رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت خالقها ورازقها ووليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن نصيحة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر، وكيف فاض سيدنا إبراهيم رحمة وعطفا وحجة ومنطقا في نصيحته لأبيه آزر. والقرآن الكريم ذكر نصيحة إبراهيم وذكر رد آزر على إبراهيم، فأتابع اليوم بإذنه سبحانه وتعالى مستعيناً به ومصلياً على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الحوار الذي جرى بين لابن النبي وبين الوالد المشرك الذي يعبد الأصنام. لكن حتى يكون الكلام متصلاً لابد أن أعرض ما عرضته سابقاً من الآيات، ثم نواصل الحديث بعد ذلك إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل في سورة مريم، بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذه الآيات ذكرناها سابقا، يتابع القرآن العظيم رد آزر على إبراهيم، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وهذا الرد أيها الإخوة لنا فيه عدة وقفات. الوقفة الأولى أن إبراهيم عليه السلام قابل والده باللطف، أما آزر فقابل ولده بالشدة والعنف والجلافة. سيدنا إبراهيم ينادي والده يا أبتي ترقيقا وتعظيما له في أربع آيات صدرت بقوله: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. أما آزر فلم ينادي إبراهيم بقوله يا بني، بل ناداه باسمه فقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. فلاحظوا الفرق بين منطق الحق ومنطق الباطل، بين منطق الإيمان ومنطق الكفر. فإبراهيم نادى والده يا أبتي، والوالد ينادي ولده باسمه يتجنب قوله يا بني رأفة ورحمة. الوقفة الثانية: آزر أثار إبراهيم له عدة من الأسئلة كانت تتطلب جوابا. نثر إبراهيم بين يديه والده أسئلة، لكن آزر لم يجب على سؤال من هذه الأسئلة. وهكذا هم أهل الباطل، يعرضون عن الحجة، عفوا، يعرضون عن الإجابة بالحجة والبرهان، وينتقلون إلى التهديد والسب والشتم والرجم. سيدنا إبراهيم سأل والده عدة أسئلة: أجب يا آزر إن كانت عندك حجة، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، إلى آخر الآيات. ما الجواب الذي نطق به آزر
قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إذن آزر ليس لديه أجوبة على الأسئلة التي تستدعي إجابة من آزر لو كان عنده حجة. وكذلك أهل الباطل وكذلك أهل الشر يضربون صفحا عن أدلة أهل الحق، ويتوجهون إلى التهديد، ويتوجهون إلى الفضائح، ويتوجهون إلى السب والشتم. وهذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: هناك مفهوم شائع بين الناس، هل يمكن أن يريد الأب لابنه شرا؟ معقول؟ معقول أن الأب يتمنى لولده الشر؟ معقول أن الأب لا يتمنى إلى ولده خيرا؟ نعم معقول، بل إن الواقع يشير إلى وقائع محدودة أن الآباء قد يريدون بأنفسهم شرا فضلا أن يريدوا بأبنائهم شرا. الأب الآن مثلا إذا كان على خطأ مع ولده، الناس يقولون: معقول هو لا يريد لك خيرا. نعم معقول ألا يريد الأب لابنه خيرا، بل سمعت مرة من أحدهم قال من فمه إلى أذني هذه، قال لي: يا بلال، والدي حلف يمينا كذبا على المصحف من أجل أن يضعني في السجن. نعم، إذا عشعش الباطل في القلب وسيطر حب الشهوات على صاحبها تصير الكارثة. نعم، قد يريد الإنسان بأقرب الناس إليه شرا. فالقرآن العظيم يجيب عن الأب الذي كان على باطل والذي ركب هواه وامتطاه، يقول لولده: لئن لم تنتهي لأرجمنك. هل يعقل أن يقتل الأب ابنه؟ نعم يعقل، لأرجمنك. لذلك كتب التاريخ تقول: لما أشعلت النار من أجل أن يقذف فيها إبراهيم، كان الوالد آزر ينظر لأنه مع القوم وهم مشركون. الأب ينظر إلى ولده وهو يقذف في النار، وما تحركت في قلبه عاطفة الأبوة. لماذا؟ لأن الباطل عشش وفرخ وتربع في فؤاده، فصار يتصرف تصرفا همجيا لا يعرف رحمة ولا يعرف عقلا ولا منطقا ولا حجة. الابن يربط على قلبه ويربط في جوارحه وعلى جوارحه بأن يقذف في النار، والوالد يراقب ولم تتحرك في قلبه عاطفة الأبوة. الأصل أن يكون الأب رحيما بولده، لكن قد يخرج عن هذا الأصل صور مثل هذه الصورة، وهذا هو الموقف الثالث. إذن الموقف الأول: إبراهيم ناداه أبوه باسمه، لا بقوله يا بني، لم يقابل اللطف باللطف. ثانيا: لم يجب عن الأسئلة التي طرحها إبراهيم. ثالثا: أراد لولده الرجم. رابعا: قال له في الثالثة قبل الرابعة: بل شارك إبراهيم مع من قذف والده في النار، وقال له: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. وهذه هي الجملة الرابعة، يعني ليس لك مقام في داري يا إبراهيم. طيب ماذا فعلت أنا يا والدي؟ هذا لسان حال إبراهيم، ماذا يقول؟ أنا نبي من أنبياء الله، أنا يوحى إلي، أنا عندي حجة، عندي منطق، عندي برهان، لا مقام لك في داري، أهجرني مليا. لم يقل أنا سأهجرك، لا، قالوا أنت ارحل، أهجرني مليا يعني زمنا طويلا، لا ترني وجهك بعد اليوم. منطق المقاطعة ومنطق الطرد. يقول سيدنا الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه التحرير والتنوير: عاقب آزر ابنه بعقوبتين، واحدة عاجلة والأخرى آجلة. العاجلة: لئن لم تنتهي لأرجمنك رجما بالحجارة حتى الموت. ماذا فعل؟ يعني يريد أن يعاقبه عقوبة الزنات. لماذا؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أما العقوبة الآجلة هدده كما قلت عفوا هدده بالرجم، والعقوبة العاجلة أهجرني مليا، أهجرني الآن، لا ما يقام لك في بيتي. ولاحظ حجم اللطف يقابل به إبراهيم آزر،
وحجم الجلافة والقسوة والحدة التي يقابل بها آزر إبراهيم. ولاحظوا يا خياني، القرآن الكريم وذكرتها في خطب سابقة لا يعنى كثيرا بالأشخاص، فالقرآن لا يتكلم عن شخص إبراهيم عليه السلام فقط أو عن شخص آزر، القرآن يتكلم عن منهجين: منهج الكفر المتصور بآزر ومنهج الإيمان المتقوم بإبراهيم، وما زال المنهج يتكرر بين أهل الحق وبين أهل الباطل. أهل الحق على الرحمة والدعوة بالحجة والبرهان، وأهل الباطل على التهديد والرجم والقذف. لذلك هناك رأي عند المفسرين أن الرجم هو السب والشتم بالقول، وهذا القول مرجوح، والراجح أن الرجم هو الرجم بالحجارة حتى الموت. هذه أجوبة آزر لإبراهيم: أراغب أنت عن آلهتي؟ تعصبا لم يقل آلهة، قال آلهتي خاصتي. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لاحظ الجواب، القرآن الكريم ينتقل من الشدة إلى الرحمة. لاحظوا جواب إبراهيم، لم يفقد أعصابه إبراهيم، لم يفقد هدوءه، ولم يفقد سعة صدره، أجابه في قمة اللطف الذي انطلق من منطق النبوة. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك كلمة سلام، يعني أنت لك مني يا أبت السلام، لا يمسك مني أذى، لا يصل إليك مني شيء تكرهه، تكرهه في الحق لا يصل إليك مني أذى يا أبت، سلام عليك. ولم يكتفي إبراهيم عليه السلام بأن يقول لوالده سلام عليك، بل ارتقى في الخير وقال سأستغفر لك ربي، يعني ليس فقط لا يصل لك أذى مني، بل سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سأستغفر لك ربي قبل أن ينهى إبراهيم على الاستغفار لأبيه، لذلك قال عز وجل في مناسبة الاستغفار إبراهيم لأبيه في سورة الشعراء، لما طلب إبراهيم قال في ضمن ما دعا به: واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هو استغفر لأبيه، نزل على إبراهيم النهي بأن يستغفر لوالده المشرك. لذلك يقول عز وجل في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وعده سأستغفر لك. فلما تبين له أنه عدو لله، شو عمل سيدنا إبراهيم؟ تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. خلاص وصلنا إلى طريق مغلق، هذا الأب على الباطل، والله في قلبي أعظم من أبي، مبدأي في قلبي أعظم من شيء آخر. فلما تبين له أنه عدو لشكون لله رب العالمين، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ما زال إبراهيم يأمل أن يرجع أبوه عن الباطل، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فنهي إبراهيم على الاستغفار لأبيه. ولاحظوا تتمة الآية، ما أجملها وما أروعها. هذه الآية ليست لسيدنا إبراهيم فقط، بل هي لكل مؤمن بالله عز وجل. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. شو محلها الكلمات؟ إنه كان بي حفيا. والحفي هو شديد البر واللطف، يريد أن يعرض بآلهته، آلهته المزعومة. قال له: الآلهة التي تعبدها أنت يا أبت لا تسمع، وراهي لا تبصر، ولا تغني عنك شيئا، وسوف تتخلى عنك. أما الله تبارك وتعالى الذي يسمعنا والذي يرانا الذي أعبده لا يتخلى عني، إنه شديد البر بي، شديد اللطف بي. فمن كان يعبد الله فالله تبارك وتعالى شديد اللطف به، فالله به حفي كما كان إبراهيم عليه السلام، وكما كان الله بإبراهيم عليه السلام حفيا. يريد إبراهيم أن يقول لأبيه: إن الآلهة التي تعبدها يا أبتي لا تنجيك في الشدائد، لا ينظر إليك،
ولا تنظر إليك هذا الإله الذي تعبده، ولا يسمعك ولا تسمعك هذه الآلهة ولا تبصرك، وبالتالي لن تنجيك أبدا. أما أنا أعبد ربا يبصرني ويسمعني سبحانه وتعالى، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، هذا الذي أعبده، ويعلم ما يختلج في صدري، ويعلم إن مسني الضر وإن مسني الأذى، فهو شديد البر واللطف. فاعبدوا من يلطف بكم وكان شديد الرحمة بكم. شو محلها الآية؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يحفنا تبارك وتعالى بألطافه الخفية، إنه تعالى سبحانه وتعالى مجيب سميع قريب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ويا سعدة ويا أبهى ضمير ولسان، صلى وسلم على الحبيب المصطفى. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المصطفى. ثم الآن سيدنا إبراهيم قطعت السبل بينه وبين قومه، لا يوجد نفع ولا يوجد وصل بينه وبينهم. لاحظوا تتمة الآية: وأعتزلكم، هكذا يقول لقومه، وما تدعون من دون الله. الاعتزال، ليس هناك فائدة أن أبقى مع قوم على باطل، أدليت لهم بالحجة، ناظرتهم، ناقشتهم، لكن عشش الباطل في قلوبهم، فغلب حب الباطل في قلوبهم حب كل شيء. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. شوفوا لطف سيدنا إبراهيم وتواضع سيدنا إبراهيم وهضمه لنفسه عليه السلام: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. مع أن سيدنا إبراهيم قطعا لا يشقى بدعاء الله، لكن يريد أن يزكي نفسه، يقول: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، ويريد أن يعرض بقومه أنكم أشقياء بدعوتكم الآلهة. أما أنا عسى، لاحظوا الأدب مع الله والهضم للنفس والتواضع، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يوخياني الإنسان الذي يكون على الحق ويدلي بحجته ثم يعتزل أهل الباطل، يأتيه العطاء من الله تبارك وتعالى. لاحظ عطاء إبراهيم بعد أن أوذي من جهة قومه، من أبيه ومن أقرب الناس إليه، قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. شوفوا بعد الاعتزال شنو جاء، لكن لابد أن أفتح قوسا. كثير من الناس من يزعمون أنهم على الخير وعلى وعلى وعلى، وهم في الحقيقة يتبعون أهواءهم. وقد قرر ساداتنا العلماء لمن أراد العزلة أن تكون بشرطين اثنين، واسمعوني جيدا، وصلوا وسلموا على سيدنا الحبيب المصطفى. قالوا ساداتنا العلماء: العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زي الزهد علة. أعيد: الاعتزال والعزلة. أنا نحب نعتزل وحدي، قال شنو؟ اسمعني، تو نعتكف وحدي ونبدأ نتعلم وحدي ونقرأ، وقتها خذها مسلمة، شوشو باش يشوش عليك، وأنا أسميه شوشو الشيطان عليه، لأنه يشوش على من كان ضعيفا للإيمان، يشوف روحه أنه ما شاء الله. كما جاتني امرأة قالت لي: سيدي بربي راني نشرف القهوة الصباح، يا أخي شفت الكاس اللي نشرف فيه كلمة الله. قلت لها: وخيتي انت قديش عندك اللي تصلي؟ قالت لي: والله ظهر لي حكيت شهر شهر ونص. اي شهر وشهر ونص انت ماشي تشوف البركات والخيرات في ساعه؟ هذاك ابليس حاب يضر بيك. ولذلك انا باش نعتزل واختار العزله، ينبغي ان يكون عندي علم، وينبغي ان يكون عندي زهد، حتى نتغلب عن النفس متاعي. وارجو من الله بعد العزله هاك الهيبه اللي يعطيها ربي سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يخبرنا ربنا تبارك وتعالى ويقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، شوفوا بعد الاعتزال إيش قال ربي: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. كان سيدنا إبراهيم يريد مؤمنا واحدا يتبعه، وهبه الله تبارك وتعالى نبيان
وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن رحمة إبراهيم النصح الإرشاد الإدلاء بالحجة القوة الحق رد أبيه الذي تقوم بالكفر والصلابة والشدة والقسوة، رجوع إبراهيم إلى الخير والحق، لأن الداعي إلى الله حقا ينبغي أن يسيطر حب هداية الناس على قلبه، لأن القضية ليست شخصية يا خيال بربي. هذه لديت الشباب قال نقولوا أسمعوني مليح يفتح عليكم لو ساعات، انت ما شاء الله عليك بتحب تجي تتعلم عند المشايخ وتتعلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقاك انت مدمغج في حاجه معينه، وانت ما زلت ما شاء الله عليك تعلمت زوز كلمات ولا حضرت زوز محاضرات، تجي تبدا سياستك تصنف في الناس فلان بيه فلان عليه فلان كذا فلان مؤمن فلان مبتدع فلان كذا. يا سيدي الله يستر حالك، والله هذه نزغه من نزغات الشيطان. انت رد بالك، اذا كان ربي تحقتك في طريق الدعوه راه ينبغي ان تسيطر النفس متاعك انك تحب الخير للناس وانك تريد الخير للناس، لانه الشخصيه في الاخير القضيه عفوا في الاخير ليست شخصيه، وانما هي شخصيه يعني عامة يحبها ربنا تبارك وتعالى، وأراد ربنا أن يختبرك وأن يضعك في هذا الطريق حتى يراك هل تكون على منهج الأنبياء حقا أم لا. سيدنا إبراهيم ليس له أطماع شخصية أو ذاتية مع والده، وأختم هذه الخطبة. سيدنا إبراهيم لم ينفع والده حتى لا يعول أحد على أحد، ولله در سيدنا وحبيبنا وحبنا وأستاذنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لما قال يا فاطمة بنت محمد، يخاطب في بنته البتول الزهراء، قال لها يا فاطمة بنت محمد لا يأتيني الناس بأموالهم وتأتوني بأنسابكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سيدنا إبراهيم مع كل هذا الحرص لم ينفع والده لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما الدليل على ذلك؟ اسمعوا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حوار دار بين إبراهيم وأبيه يوم القيامة، قال يأتي آزر يوم القيامة وعلى وجهه قترة وغبرة، قترة أي سواد من الحزن والكآبة والخوف من سوء المصير، يأتي آزر يوم القيامة وعلى وجهه قترة وغبرة، فينظر إليه إبراهيم عليه السلام ويقول له ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له آزر تبين له الحق، قال الآن يا إبراهيم لا أعصيك، لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قال له الآن لا أعصيك يا إبراهيم. فقال إبراهيم، لاحظوا الرحمة ما زالت مسيطرة على قلب سيدنا إبراهيم حتى في يوم العرض على الله يوم القيامة، قال يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، الأبعد عنك، الأبعد عن الرحمة، الأبعد عن الجنة، القريب من النار، أنت وعدتني ألا تخزيني، أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل لإبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، يا إبراهيم ما تحت قدميك؟ قال فينظر إبراهيم فإذا هو بذيخ متلطخ، الذيخ أعزكم الله هو الضبع الذكر، حول الله مسخ الله صورة آزر يوم القيامة يمسخها إلى صورة ضبع متلطخ بدمه وبالطين، قال فينظر إبراهيم إلى والده فإذا هو بذيخ متلطخ، والعلماء يقولون مسخ إلى ضبع لأن الضبع من أكثر الحيوانات حمقاً، وكان آزار من أكثر الناس حمقا فمسخت صورته إلى ضبع، قال فيؤخذ بقوائمه فيجر إلى النار. ابن حجر العسقلاني وغيره من ساداتنا العلماء قالوا لماذا سيق إلى النار بعد تحويله إلى ضبع؟ علاش مش بصورته هي يبعث ربي سبحانه وتعالى إلى نار جهنم؟ قالوا
ربنا تبارك وتعالى مسخ آزر إلى ضبع حتى لا يتأذى فؤاد إبراهيم أن يرى والده بصورة يساق بها إلى النار. فلما مسخه الله ضبعا نفر إبراهيم من أبيه، لم يعد في قلبه منزلة، فسيق إلى النار بصورة الضبع من أجل ألا يتأذى إبراهيم بصورة والده وهو يحترق في نار جهنم. هذا نبي ما استطاع أن ينفع والده إن بقي على كفره، وكما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سادتنا العلماء القراء لما نقرأ عليهم يوصل الآيات كما هكا تهزمك البكية، العلماء الربانيين مشايخنا اللي قرينا عليهم منهم سيدي عبد الرحمن الحفياني رحمه الله تعالى ومنهم كثير من المشايخ، لما نوصل الآية هذه أنت تحشم قدام سيدك تبدأ تقرأ عليه تهز وجهك كما هكا تلقاه عينه تدمع، قل له سيدي علاش؟ يقول: الإنسان لا يأمن مكر الله ولا يأمن نفسه. فيقول دعوة دعاهنا وانا بدور نذكركم بها ونذكر بها نفسي، لما يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول: يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا من جعلت من خلقك خلقا تغفر لهم وأنت تحبهم ومتى شئت تغفر لهم، فاغفر لنا يا ربنا يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بالقرآن، اللهم لا تهنا بالقرآن، اللهم لا تهنا بالقرآن، اللهم لا تهنا بالقرآن، اللهم ارفع شأننا بالقرآن، يا ربي حسن أخلاقنا بالقرآن، يا ربي طيب أرزاقنا بالقرآن، يا ربي يسر لنا حفظ وفهم القرآن، اللهم ارزقنا العمل بالقرآن يا حنان ويا منان، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وانتشارنا من بعده انتشارا سالما معصوما، يا ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ذرياتنا وأصدقائنا وجيراننا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف الحاضرين والحاضرات، اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم يا ربي أعطي سؤل الحاضرين والحاضرات، اللهم يا ربي اقض دين الحاضرين والحاضرات، اللهم ارزقنا العقيدة الصالحة التي تحبها وترضاها حتى نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، انظر لآبائنا وأمهاتنا بعين الرحمة يا الله، من كان من والدينا حيا فارزقه يا ربنا الصحة والعافية وارزقه حسن الخاتمة، ومن كان منهما ميتا فوسع اللهم قبره يا أرحم الراحمين، واجمعنا مع والدينا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترزق العفة لنسائنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم زينهن بالحجاب يا رب العالمين، اللهم زينهن بالحشمة يا رب العالمين، أبعث الدياثة عن أمة محمد يا رب العالمين، أبعد الدياثة عن أمة محمد يا رب العالمين، يا رب اهدي العصاة من أمة محمد يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، بحق الصالحين والصالحات من خلقك يا رب العالمين. اللهم بجاه القرآن العظيم، وبجاه الأنبياء والمرسلين، وبجاه الملائكة المقربين، أغث أرواحنا يا مولانا، وارزقنا الغيث النافع العميم يا الله، اللهم ارزقنا الغيث النافع العميم يا الله، أقسمنا بك عليك أن ترسل سحابا من سحاباتك تغثنا يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أسبل سترك وعفوك ومنك علينا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من إخواننا الحاضرين والحاضرات من غلبته ديونه يا الله، فانظر لهم بعين الرحمة يا الله، سدد الديون يا أرحم الراحمين، سدد الديون يا أرحم الراحمين، وارزق اللهم كل الحاضرين معنا الخشوع في صلواتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا يا مولانا خائبين ولا عن بابك مطرودين. والصلاة والسلام والأتمان الأطهران
على سيدنا وحبيبنا وحبنا وقرة عيوننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذا الحب الغيث لابد أن نطبق الآية هذه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.